في صورة الوضع الميداني والعسكري، لا سيما الاشتباكات التي تدور في الصالحية وركن الدين. نعم، السلام عليكم. في الصالحية عليكم اليوم السلام. منذ قليل تم إغلاق ساحة الجسر الأبيض بعدما شهدته منطقة الصالحية من قصف بالهاون من فرع حافظ مخلوف. سجل سقوط عدد من قذائف الهاون ما يزيد عن 10 قذائف واحتراق منزل جراء سقوط القذيفة عليه. هذا الحي يعني في وسط العاصمة دمشق، ولأول مرة يشهد هذا النوع من القصف. كان جنود الأسد منذ الصباح شنوا حملة مداهمات في حارات الصالحية في الحنابلة وفي حارة الشعارة، بعدها قاموا بإطلاق النار أثناء حملة المداهمات على عدد من الشبان. بعدها بدأت اشتباكات يعني بين قوات الأسد والجيش الحر، وأنباء عن 3 شهداء في المنطقة حتى اللحظة، وأيضا خبر يعني غير مؤكد عن استشهاد طفل بسبب إطلاق طيب الرصاص ديما، عليه. إذا سمحتي لي، يعني قوات النظام أغلقت ساحة الجسر الأبيض في دمشق، هل لك هل تتوفر معلومات لماذا أغلقت قوات النظام هذه الساحة؟ يبدو بسبب سوء الوضع الأمني في منطقة الصالحية القريبة من هذه الساحة. أيضا يعني شهدت سيارات إسعاف يعني تنقل جثث أو جرحى الشبيحة باتجاه مشفى أمية. ربما هذا الشيء يعني له علاقة بالموضوع، لأنه حدث استنفار أمني كبير، فهذه أول مرة تجري هكذا أحداث في منطقة الصالحية، ويعني الخوف يبدو على وجوه عناصر الأسد واستنفار أمني شديد يعني لم نشهد مثله في تلك المناطق. أيضا تم نشر القناصة على جبل قاسيون المطل على هذا الحي، وأجبر طلاب المدارس يعني في فترة المدرسة على الرجوع إلى منازلهم، وأيضا شهدت حالة اعتقال حتى بين الطلاب. كل ذلك يعني أيضا ترافق مع تحليق للطيران الميج فوق سماء الصالحية على ارتفاع منخفض جدا. نعم. أما بالنسبة لي يعني أحياء العاصمة الجنوبية فهي أيضا تشهد قصف اليوم، قصف على الحجر الأسود، وهناك طفل شهيد وأصيب العشرات بجراح غالبيتهم من الأطفال، وذلك نتيجة القصف الذي يستهدف المدنيين في المنطقة بشكل مباشر. القصف كان براجمات الصواريخ وبقذائف الهاون، وأدى أيضا إلى اشتعال حرائق. أيضا تم استهداف منطقة العسالي وببيلة اليوم بالقصف. في الغوطة الشرقية يعني اليوم أيضا يستمر القصف على مدن والبلدات المحيطة بإدارة المركبات بعد التقدم الذي أحرزه الجيش الحر، وبعد السيطرة على المعهد الفني، هو أحد الأبنية التابعة لهذه الإدارة. نعم، وصلت الصورة. ديما الشامي مراسلة شبكة شام الإخبارية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. غيرت قذائف وأسلحة